الصين دي مع اول الصين تحرك. احنا خلصنا كل الاتفاقيه، لم يتبقى فيها الا تحرير سعر الصرف، عشان مستحيل هذه الاتفاقيه تفعل الا بسعر صرف موحد. فنطمن الساده المشاهدين في 3 مليار دولار داخلين البلد خلال اسبوعين باذن الله. طب هيقولوا لي ده كفايه، اقول لهم لا، احنا عملنا الاجراءين اللي كنا متفقين معاهم مع صندوق النقد، فباذن الله خلال اسبوعين باذن ثلاثه هيجوا 2.5 مليار من صندوق النقد. مصر هيدخلها في شهر واحد ما يقارب 5 مليار دولار. هيقولوا لي طب هو ده كفايه؟ هقول لهم لا، انا وحدت سعر الصرف هيعمل لي حاجتين. تحويلات العاملين اللي في الخارج كان بيحول 100 دولار هتيجي في البنك 800 جنيه او 900 جنيه، بره ب 1600 جنيه. مش هيغير صح؟ اه دلوقتي هيعمل ايه؟ مفيش حد بيحب يروح السوق السوداء حبا في السوق السوداء، البنك بيديله نفس السعر، التحويلات كلها هتروح البنوك، وحتى لو ناقص حاجه بسيطه، حتى ناقص حاجه بسيطه. واللي جوه مصر مش الخارج هيبتدي يحول. انا سامع النهارده في تعاملي مع احد البنوك بذكر اسامي، النهارده بس 20 مليار دولار تم تحويلها من الجنيه المصري للدولار في يوم واحد او في ساعات قليله، ده بنك واحد وفي ساعات قليله. 20 مليار مليون جنيه. مليون دولار 20 مليون دولار 20 مليون. على فكره دون الرقم اليومي يعتبر مضاعف الرقم اليومي اللي البنك ده كان بياخده في يوم واحد. فبنقول بسم الله الرحمن الرحيم، التدفقات تبتدي. فالناس ما تقلقش ان مصر بتفلس، والاجراءات دي والاستثمارات بقى الاجراءات دي قاسيه جدا، بس خلينا نتحملها عشان ولادنا البلد تعيش. فاحنا بنتكلم النهارده على الصين، منها حوالي 3 مليار صندوق الشريحه النقد الاولى بالزبط. بنتكلم 2.7 تقريبا او 2.3 من 2.5 تقريبا، اذا بنتكلم على حوالي 5 مليار دولار شهر واحد. في شهر واحد اللي هو الشهر ده بإذن نتكلم الله. في نوفمبر باذن الله يجينا اول 5 مليار دولار نتيجه لهذه الاصلاحات، وبعديهم في ديسمبر باذن الله السندات الدولاريه اللي مصر هتطرحها بنتكلم على 2 ل 3 مليار دولار لو ربنا ان شاء الله اراد والمجتمع الدولي اقر هذه الاصلاحات، او ممكن نزود المبلغ على ديسمبر يجي لنا كمان 3 مليار دولار او 5. يبقى قفلنا السنه في الشهر ونص اللي فاضلين ب 10 مليار دولار داخلين البلد، سعر الصرف اكيد لن يستمر على ما هو عليه.